مرة تانية بنروح لدينا شرف نتعرف من خلالها على أهم الأخبار الرياضية. دينا بشكرك يا مصطفى، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا، ونبدأ معاك جولتنا الرياضية مع فريق نادي الزمالك اللي نجح في الصعود لدور ال 32 لدوري أبطال إفريقيا، ده بعد الفوز على إلكت بطل تشاد بنتيجة 2-0 في لقاء العودة اللي اتلعب على استاد القاهرة. سجل أهداف الزمالك أحمد سيد زيزو عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 71، وسجل بعد كده محمود حمدي الونش الهدف الثاني في الدقيقة 78. فريق الأهلي فاز كمان على فريق أسوان بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم على استاد الأهلي وإسلام، وده ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد. سجل أسوان هدف التقدم في الشوط الأول عن طريق أحمد خالد، وتعادل طاهر محمد طاهر الأهلي في الشوط الثاني من ضربة حرة مباشرة، بعدها سجل حسام حسن هدف الأهلي الثاني مع نهاية الشوط الثاني. فاز منتخب الشباب على منتخب الكويتي 3-1 في المباراة الودية اللي جمعت المنتخبين على استاد الماكس بالاسكندرية، وده في إطار استعدادات شباب الفراعنة لبطولة الأمم الإفريقية اللي هتتلعب في مصر في شهر فبراير اللي جاي. سجل أهداف المنتخب أحمد عبد الرحيم إيشو هدفين وميدو نبيل هدف. فريق كرة اليد في نادي الزمالك فاز على فريق الكويت اللي هو الكويتي بنتيجة 31-25 في نصف نهائي البطولة العربية الأندية اللي بتتلعب في تونس والمؤهلة لكأس العالم للأندية سوبر كلوب، وبكده هيلتقي الزمالك مع ترجي في النهائي بكرة إن شاء الله. منتخب مصر لكرة اليد الكراسي المتحركة حصد الميدالية الفضية في بطولة العالم بعد خسارتهم المباراة النهائية أمام منتخب البرازيل بركلات الترجيح بنتيجة 3-0. وعالميا خسر منتخب فرنسا من منتخب الدنماركي بهدفين مقابل لا شيء، ده في المواجهة اللي اتلعبت بينهم ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية. كمان فاز منتخب هولندا على منتخب بلجيكا بالنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت في الجولة السادسة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية. بالنتيجة دي بيحتل منتخب هولندا صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في دوري الأمم الأوروبية برصيد 16 نقطة وتأهل للدور نصف النهائي. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمصطفى وجمان علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. دينا بشكرك شكرا جزيلا.